نظمت هيئة البحرين للثقافة والآثار فعالية احتفالية بمناسبة يوم السياحة العالمي في متحف البحرين الوطني. تأكيداً على أهمية المتاحف ودورها في استقطاب السياح من شتى الشرائح المجتمعية، احتفلت هيئة البحرين للثقافة والآثار بيوم السياحة العالمي، والذي أقيم هذا العام تحت شعار السياحة للجميع، إذ استقبل متحف البحرين الوطني الجماهير بشكل مجاني، بالإضافة إلى حضور مميز لعدد من مؤسسات المجتمع المدني. يحتفل العالم اليوم بيوم السياحة العالمي تحت عنوان السياحة للجميع، وقد كرسنا هذا العنوان في المتحف، وكان المتحف مفتوحا اليوم مجانا للجمهور، وتم التعاون مع دور لكبار السن ولرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة لترتيب رحلات مختصة لهذه الفئات في قاعات المتحف المتعددة، بالإضافة إلى استضافتهم على طوال اليوم خلال أنشطة مختلفة، ونختمها الآن بحفل موسيقي في الفناء الخارجي للمتحف. المتاحف بشكل عام في جميع أنحاء العالم تعتبر مقصد سياحي في المقام الأول في كافة مدن العالم، ولله الحمد كرسنا متحف البحرين الوطني لاستقطاب الزوار وكذلك المواطن خلال أنشطة مختلفة. نحرص دائما على أن يكون في المتحف الوطني أنشطة متنوعة لتلاقي استحسان كافة شرائح المجتمع. فعلى مدار العام كما تلاحظين هناك برامج موسيقية، أدبية، فنية تحاكي الثقافة البحرينية لكن كذلك ثقافات العالم، لأن نؤمن بأن المتاحف قد تكون وهي بالفعل صلة وصل مهمة بين الثقافات والحضارات. هذا وتحرص هيئة البحرين للثقافة والآثار ضمن شعار البحرين وجهتك 2016 على إقامة الفعاليات المحلية والدولية وإشراكها لمختلف فئات المجتمع في برامجها وفعالياتها. أمل المرزوق لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.